العربية التونسية. أهلا بكم. يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي ينعقد غدا في العاصمة الصينية بكين. زيارة رئيس الدولة إلى الصين تتواصل إلى السبت المقبل، وتأتي في وقت تسعى فيه تونس إلى تثمين علاقتها العريقة مع الصين كقطب اقتصادي هام، كما تحرص بكين بدورها على مزيد الانفتاح على الدول العربية وتعميق التوافق معها بشأن القضية الفلسطينية التي تمثل أبرز محاور المنتدى. وزارة التربية تنفي في بلاغ لها أمس عقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة تحمل اسم سمارتيرا أو منحها ترخيصا يجيز لها قانونا دخول المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في تونس تحت أي عنوان تكويني أو تعليمي أو بيداغوجي أو ثقافي. وأكدت الوزارة أنه لم يبرم أي اتفاق مع أي دولة شقيقة أو صديقة يسمح بتدخل وسطاء خواص أو ذوي صبغة ربحية أو تجارية في شأنها السيادي التربوي وفق البلاغ. في الثقافة، فنانون من 11 دولة من بينها المغرب وفرنسا يشاركون في الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع بتونس في الفترة الممتدة من الأول من جوان إلى غاية الخامس من جويليا القادمين. العروض مجانية للعموم ومسبوقة بعروض تنشيطية وورشات للأطفال. في تطورات الحرب على غزة، جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وحزب الله يستهدف جنودا في موقع شمال إسرائيل بالقذائف المدفعية، وذلك بعد تأكيد الإعلام الإسرائيلي سقوط صواريخ في المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام استهدف دبابة إسرائيلية في مخيم يبنى بمدينة رفح جنوب القطاع. وفي الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء مستشفى القدس الميداني في مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس، وذلك بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تقول إنه لا توجد مساعدات كافية أو أمان للأطفال في قطاع غزة، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء ما سمته حملة الموت والدمار التي يشنها في قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة، الاحتلال يعتقل اليوم صحفيا فلسطينيا، وباعتقاله يرتفع عدد حالات اعتقال الصحفيين بعد 7 من أكتوبر الماضي إلى حوالي 77 صحفيا وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، بينما تشير معطيات المكتب الأعلامي الحكومي في غزة إلى استشهاد 147 صحفيا واعتقال 20 آخرين منذ بدء الحرب على غزة. أجمل تحية سمية فرجاني، في أمان الله. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة.